السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على موضوع جديد وهو الفانكشنز. طيب ايه هي الفانكشنز؟ هنا اتكلم ان انا جبت لك في بعض الامثلة في الفيديوهات السابقة على فانكشن زي برينت ديتيلز او الكلام ده، بس ايه هو الفانكشن؟ فانكشن دايما افكر فيها ان هو عبارة عن بلوكس او بيلدينج بلوكس. هتبقى البلوكس ديت مسؤولة ان هي تعمل ريدابل و مينتينابل وريوزابل للكود. زي مثلا انت بتعمل فانكشن، الفانكشن دي مثلا بتجنريت كود معين، الجنريشن بتاع الكود ده انا ممكن استخدمه في اكتر من كذا كلاس، يبقى انا عملت هنا عمليه ايه؟ ريوزابل كود. تمام. طب برضه الفانكشن يعني ايه؟ هي مجموعه من الاستيتمنت بتبرفورم سبيسيفيك تاسك او اكشن. تمام. طيب فانكشن جافا سكريبت هي زي الجافا سكريبت، بس في بعض الكابيتس اتضافت. زي ايه؟ زي ان انا عندي دلوقتي بقى البارامترز بتاعتي ممكن تكون فيها تايبس، اقدر ان انا اضيف البارامتر والتايب ايه بتاعه زي الشكل ده كده. ادي الفانكشن بتاعتي اهيت، وادي التايب بتاعي، ادي النيم وادي التايب بالشكل ده كده. تمام. ده بالنسبه لعمليه ان انا عندي هنا البارامتر نيم، بارامتر تايب، بارامتر نيم، بارامتر تايب بالشكل ده كده. طيب الحاجه الثانيه ان كمان ضاف لي حاجه اسمها ان يكون عندي هنا ان التايب بتاعي ممكن يكون اوبشنال. اوبشنال يعني ايه؟ يعني حاجه بالشكل ده كده. شايف الكوشن مارك ده؟ ده معناه ان البارامتر بتاعي انا ممكن ابعته ممكن ما ابعتوش. تمام. وبالتالي هنا كلمه اوبشنال يعني انا اقدر ان انا ابعت. زي مثلا ما عملت هنا الفانكشن اديتها ب2 بارامترز وفانكشن اديتها ب3 بارامترز. طبعا ده سهل لي ان انا بدل ما اعمل 2 فانكشنز عشان يعملوا لي الحوار ده، انا دلوقتي لا بقيت بعمل هنا ايه؟ ما بقاش يعني ما بقاش ان التو يعني الفانكشنز دول ما بقاش مطلوب مني ان انا لازم ابعتهم كل مره بالشكل ده كده، لا انا ممكن ابعتها بالشكل ده وممكن ابعتها بالشكل ده كده. تمام. طيب يبقى حته ان البارامتر عندي هنا اوبشنال. تمام. الميزه الثالثه كمان ان انا بيديني هنا ان الفانكشن تقدر تعمل هنا حاجه اسمها ايه؟ ريتيرن تايب بالشكل زي ما احنا شفنا الى كلمه الريتيرن تايب اللي هي كانت موجوده في الفيجوال ستوديو، ان انا بقول ان الفانكشن بتاع الريتيرن تايب بتاع سترينج، الريتيرن تايب بتاع افويد وهكذا. ده بالنسبه هنا للفانكشن. هنروح على الفيجوال ستوديو واوريك بعض الامثله للفانكشنز اللي احنا عملناها من الامثله السابقه. زي ما انت شايف هنا في الفيجوال ستوديو احنا عندنا هنا الكلاس اللي اسمها ريكتانجل اللي احنا اوريدي عملناه زي ما انت شايف كده اهو. بص هنا ادي الفانكشن بتاعتي عامله ازاي بالشكل ده كده. ادي الفانكشن بتاعتي بتريتيرن تايب بتاعها هنا ايه؟ فويد. تمام. عملية إن إحنا نعمل أوبشن برامتر ما عملناهاش. طب نيجي نروح برضو نبص على الشيب، أدي الكونستراكتور وأدي هنا الأريا إيه؟ نفس القصة بالشكل ده كده. تمام؟ طب هل ممكن نعمل حاجة مختلفة؟ يعني ممكن أضيف بقى حاجة تانية تعمل لي الكلام ده؟ أقول لك أه. تعال نبص نعمل فانكشن بتاخد بارامترز وده أوبشن. طيب هنقول هنا أهوت فانكشن اسمها برنت ودي بتاخد حاجة اسمها ويتس كده كده والطيب بتاعه نمبر و بس شو عمل وبتاخد هنا حاجة اسمها area او تاخد حاجه اسمها height ودي هنا number برضو وبتاخد حاجه اسمها area مثلا ودي number. بس قلت له والله ان الراجل ده هنا بالشكل ده هنا اوبشنال، انا مش هطبع منه حاجه. بقول له نو اف لو الاريا ديت بيساوي ساوي او هي نوت undefined بالشكل، يعني هي لو هي جايه لي بقيمه print او معلش console dot log او return الاريا يعني عشان نمشي فيها this our return area بالشكل ده كده else
لا والله مش مبعوت لي الكلام ده. انا عايز اقول هنا ارتدنا نفس البتاع ده، او ادي فانكشن دي this dot area. طبعا هنا الفانكشن ديت انا هنا ايه الكونستراكتور بتاعي بالشكل ده كده. طب خلينا اقول احنا لو ارتدنا ده كده بس تبقى انت شايف القصة لو اتبعتت له او ما اتبعتلوش. بترمي هنا بالويتس وادي هنا الهايت بالشكل ده كده تمام. وهنروح على ريكتانجل. احنا هنا في ريكتانجل هنعمل هنا ايه؟ والله انا خدت من هنا الاوبجكت صح؟ عملت له هنا ديسبلاي جميل. انا قلت له هنا اوبجكت دوت نديله مين؟ برنت. برنت لمين؟ بتاخد هنا ايه؟ ثلاث حاجات. طيب هديله هنا object dot width و ده object dot height وما اديتلوش حاجة. هذا هيعمل لنا ايه؟ طول ما هو هنا مش undefined خلاص. طيب هنروح بس نوت، انا مش عايز ده خالص كده، واقول له نوت تي اس ريكتانجل بالشكل ده كده. اوكي واني نوت ريكتانجل بالشكل ده كده. اه معلش انا نسيت هنا اطبع حاجه. كونسول دوت لوج برنت. نرجع تاني نعمل عملية كومبايل. ارجع تاني انا عملية النود. وبعد هنا الفاليو كام؟ اللي 121. هل هنا خلينا برضو نوت في الشيب نوت برضو نوت عشان بس تشوف هنا كونسول وكلوب. وادي هنا الاريا ديفايند وادي هنا ان ديفايند بالشكل ده كده. نرجع تاني اقوله هنا اهوت برجع تاني اقول نود. ايه اللي حصل؟ دخل هنا لان فعليا ما بعتلوش مين؟ الاريا اندفاين. طيب لو احنا رحنا عدلنا هنا في ريكتانجل وقلت له والله لا وبعت لي كمان 130 بالشكل ده كده تمام؟ خلاص ايه اللي انا اعمله؟ اروح ارن تاني بس اوريك الفرق ما بين الاثنين وايه اللي حصل فيهم. اقول له نوت نود الاريا ديفايند وراح طبعا كام؟ 130 اللي انا قلت له هنا ايه؟ رجع حالي. ده كان مثال على الفانكشنز واستخداماتها على مستوى الاكسبورت حتى كمان وشكلها ازاي لو انت حبيت ان انت تعمل فانكشن بشكل ثاني ايه؟ مختلف. وبكده يبقى خلصنا اول جزء في الكورس وهو التايب سكريبت. مراجعه سريعه، انا ما قلتش فيه كل حاجه بس انا عملت ريفريش بس لبعض الناس، لكن الناس اللي انا انصح الناس انها تبدا بس تقرا شويه على التايب سكريبت كمان قبل ما تخش على الفيديوهات عشان تبقى هي بس ايه الموضوع متثبت وواضح معاها وانا بتكلم في الموضوع ده. ان شاء الله من المحاضره الجايه هبدا بقى نخش واحده واحده على الانجلر ان شاء الله.